السلام عليكم. احنا كسكان حي تاقيت الجهه الشرقيه نطالبوا السلطات المعنيه بفتح مدخل للحي، خصوصا انه الحي هذا راه دار جمعيه حي معترف بها، وهم سكان الحي يعني خرجوا بعد ما سمعوا بلي السلطات تحاول غلق المدخل كما احنا المدخل الرئيسي تاع الحي، خرجوا هنا باش يطالبوا السلطات المعنيه بفتح مدخل رئيسي للحي، الحي تاغيت الجهه الشرقيه. المدخل هذا احنا رانا طالبين به مش على جال بحاجه المريض نتاعنا المسجد، واحد جاي مسافر من بعيد يبغي يلحق عليه وقت ما يروحش كاع لهيه ولا يعود يدور هنا باش يصلي الاوقات تاعو هنا ويستريح شوي، يلقى الطريق هذه مسكره. المدخل ثاني ينفعنا وقوع حادث، ربما تقع حادث هنا واحد حرق الدار تاعو باه يرجع يروح الرومبا لهي، ربما تكون اكسيدوك تمت كومبرومو مسكره تم، كيفاه يلحق يموت هذا البنادم ما الحمايه المدنيه الحصول عنده هذا المدخل للحي هذا محي كبير هنا ومن اقدم الاحياء، نطالبوا بفتح معبر رسمي، مدخل رسمي للحي، وحنا راه مهمشين من كلش. خصنا ممر ثاني تاع اطفال، سيفتوا عنه طريق مزدوج، لازم ممر نتاع اطفال، اولادنا تقرا في متوسطه الابتدائيه في قصر القديم. إيه. لا بد من ممر. ومات لينا هنا، مات لينا بنتنا. وجات عندنا واحد المراه توفات. إيه. وات عندنا هنا في الحي. بسبب انه يدير الرومبوا ويجي. وحنا لا بد هذا المدخل راه ينفعنا كل. ان شاء الله. وينفع حتى المسجد. وهذا ونطالب السلطات في اسرع وقت هذا الشيء هذا. ان شاء الله. في اسرع وقت ان شاء الله. هذا هو المطلب الأساسي تاعنا.